أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتها تقول: إذا صليت الفريضة أقرأ الأذكار التي بعد السلام كلها إلا المعوذتين وآية الكرسي، ثم أقوم وأصلي السنة الراتبة وبعدها أقرأ آية الكرسي والمعوذتين، فهل عملي هذا صحيح أم لا بد أن تكون تلك القراءة بعد الفريضة؟ الأفضل أن تكون قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين بعد الفراغ من الفريضة على إثر الفريضة، هذا هو الأفضل، ويجوز أن يؤخرهما الإنسان إلى ما بعد صلاة الراتبة، لكن الصفة الأولى أفضل. نعم.